نروح لصحف تونس ونشوف علقت ازاي على لقاء الاهلي والترجي. طبعا زي ما قلت لكم يعني ابواب جهنم اتفتحت على الترجي بعد الخساره امبارح بقياده نبيل معلول، المدرب الحقيقه الكبير. ويظل نبيل معلول رغم الحقيقه ان في كلام يعني حصل انه وارد جدا ان هو مش هيقود الاهلي امام الترجي امام الاهلي هنا في القاهره، وفي انباء عن استقالته هنحاول نتعرف عليها. طبعا خساره كبيره وخساره موجعه، خصوصا لما يكون فريق كبير وعنده شخصيه البطل يخسر على ملعبه في قبل نهائي دوري الابطال، اعتقد يعني نتيجه ثقيله جدا. تعالوا نشوف بدايه صحيفه الصباح التونسيه قالت ايه؟ قالت فوز الاهلي على الترجي كان قاسيا ليقترب بطل مصر من النهائي. صحيفه الشروق قالت او وصفت الخساره القاسيه وقالت الاهلي يطيح بالكتيبه الترجيه. طبعا استعرضوا احداث المباراه وسيطره النادي الاهلي على مجريات اللعب، واعتقد انه كان من الوارد جدا 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 ان الاهلي يضاعف النتيجه امبارح لولا عدم التوفيق او الاستهتار، خليني اقول الاستهتار بمنتهى الصراحه في انهاء الفرص اللي اتيحت للاهلي خصوصا في الشوط الثاني. بعد هدف بيرسي تاو كان في واحده اكيد الكهرباء هنقف معاها النهارده، لانه هنقف مع كل الهجمات اللي ضيعها الاهلي، لانها الحقيقه يعني صحيح جت في مناسبه كسبان 3-0، لكن يعني هنقف. صحيفه فوت 24 التونسيه قالت انه الترجي الرياضي ينهزم ضد الاهلي بثلاثيه. دي طبعا صحيفه فوت 24. الشمس اتكلمت على اللقاء وقالت انه مهمه سهله تنتظر الاهلي في مواجهه الاياب بالقاهره، وقالت في عنوان ثاني الاهلي المصري يضع قدما في النهائي بثلاثيه في شباك الترجي. موقع نسمة سبورت قال فوز الاهلي على الترجي او وصفت الفوز ده بالمهين واكدت على انه المارد الاحمر انتصر بمنتهى السهوله. الاهلي يهين الترجي في رادس في عقر داره طبعا زي ما بنقول، لكن في النهايه طبعا انا يعني يهمني جدا 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 اعلق على المواجهه بعد الشوط الثاني اللي هيتلعب في القاهره، لسه في 90 دقيقه. صدقوني مش يعني انا مش بقول اي كلام، بس كل شيء في كره القدم وارد، فبالتالي علينا ان احنا نتعامل مع اللقاء اللي جاي ده بكل جديه، وخصوصا اذا ما اتفقنا ان اللقاء حسم في رادس يعني همشي معاك على المبدا ده، فبالتالي الرجاء جاي وما عندوش حاجه يخسرها، هيلعب بمنتهى الاريحيه وهيبقى عنده على الاقل الرغبه في انه يرد اعتباره.